من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن، ولقاءاتنا مع فوز النادي الاهلي الكبير على النادي انبي بهدفين مقابل هدف في مباراه ماراثونيه النادي الاهلي يعني استحق الفوز فيها ولعب لاخر دقيقه. مع يمكن الدكتور احمد ابو عبده رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي يطمنا بقى على عدد كبير جدا من الاصابات ولاعبين قبل مباراه مهمه جدا ونهائي دوري ابطال افريقيا. دكتور احمد يعني في البدايه كان الله في العون، كان عدد كبير جدا من الاصابات، لكن يعني احنا بنشوف مجهودكم في النادي حضرتك وكل افراد الجهاز الطبي وكمان في التاهيل مجهود اكثر من رائع، يعني طمنا بقى على عدد كبير جدا من اللاعبين خاصه قبل مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. اهلا بك يا توفيق، واهلا بك كابتن شوقي، و يعني الحمد لله الحمد لله النهارده ربنا كرمنا، وان شاء الله ده يكون دافع كبير لينا كده في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. انا بس عايز اطمنك والله الحمد لله ان احنا امورنا الطبيه الى حد كبير جدا مستقره. ما عندناش حاجه كبيره يعني، ما عندناش الحاجات اللي هي تحرم اللاعبين بتوعنا ان هم يشاركوا معانا ان شاء الله باذن الله. اللي عايز اطمنك عليه برضو ان معظم الاصابات اللي موجوده هي كتير، في عدد كبير فعلا، في اجزاء كبيره من اللاعبين احنا بنحافظ عليهم، في عندهم حاجات بسيطه ممكن حتى يشاركوا بيها بس مش هتبقى مشاركات يعني فعاله بنسبه 100%، فاحنا بنفضل ان احنا نشتغل معاهم ونجهزهم بحيث ان هم يكونوا ان شاء الله باذن الله جاهزين جاهزيه تامه باذن الله في اللي جاي ان شاء الله. يعني لو هنبدا باللي كانوا موجودين من قبل كده، في عندنا عمرو السوليه الحمد لله دلوقتي بينفذ اخر مراحل في البرنامج التاهيلي بتاعه. عايز اقول لك ان هو خلاص يعني ان شاء الله باذن الله اول تمرينه لينا هيكون معانا، هيشارك فيها مشاركه كامله ان شاء الله ونحطه تحت تصرف الجهاز الفني. حمدي فتحي كان كان في شويه حاجات ليها علاقه بالاجهاد برضو اللي هو التهاب الحوض اللي احنا كنا قلنا عليه، عملنا معاه برضو الشغل بتاعنا الطبي، ادينا له حقن موضعي في المكان ده، بنعمل معاه برنامج علاج طبيعي، في برنامج تاهيلي هو شغال فيه كويس جدا والحمد لله اموره ماشيه كويس. متوقع برضو اول تمرين هيكون معانا ان شاء الله باذن الله. عندنا محمد عبد المنعم كان اخر مباراه اشتكى برضو من بعض الالام في العضله الضمه، عملنا له الفحوصات والاشعاعات لقينا ان في بعض الاجهاد كده في اجزاء من العضله، احنا شغالين معاه وبنجتهد معاه ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون معانا برضو في المباراه النهائيه. برضو احنا ما فيش وعود بده قلناها للجهاز الفني، انما احنا بنشتغل باقصى جهد، جلسات علاج طبيعي ممكن مرتين في اليوم ممكن ثلاث مرات في اليوم على حسب الـ الوضع اليومي بتاعنا يعني، وبرضو بالتماشي مع البرنامج التاهيلي بتاعه الحمد لله ماشي كويس. يا رب يلحق، يا رب يلحقنا في النهائي، هو ده يعني اللي احنا لسه اند اوت فيه، ما خدناش فيه قرار لغايه دلوقتي. بقيت لاعب اليو ديانج كويس، عملنا له اشعاعات مره وانتظرنا عليه شويه عملنا له مره ثانيه، تاكدنا ان الركبه الحمد لله سليمه تماما، كادمه كانت بسيطه انما كانت مؤلمه شويه. خلاص البرنامج التاهيلي بتاعه خلص الحمد لله، برضه ان شاء الله يكون معانا في اول تمرين لينا بعد العوده يعني. لويس هو اللي كان حصل، احنا قلنا في جزع في الرباط الداخلي درجه فوق المتوسطه بشويه، هو دلوقتي في مرحله الراحه السلبيه، احنا مش مخلينها سلبيه، هو بيعمل علاج طبيعي، في حاجات تاهيليه طبعا للاجزاء تانية بتاعه الجسم اللي هي مش مصابه، بحيث ان هو ان شاء الله لما يرجع من الاصابه يكون فيت ويكون جاهز. الاصابه دي بتاخد لها تقريبا 6 اسابيع، برضو مع الشغل المكثف ان شاء الله يكون قبل كده، بعد 6 اسابيع دول بيعمل بقى حاجات اجزاء من التدريبات، يعني ان شاء الله شهرين من وقت الاصابه يكون جاهز. احنا فات حوالي اسبوع او 10 ايام، فان شاء الله في الموعد المحدد وهو ماشي كويس جدا، كنا حقنا حقنه بلازما كده اخر مره في التمرين بتاع امبارح والحمد لله كانت كويسه، هنكررها كمان مره كده بعد 5 ايام او 6 ايام وان شاء الله باذن الله يرجع ويرجع معافى ويرجع سليم باذن الله. بدري بس هو البرنامج بتاعه برضو احنا مكثفينه ولكن ببعض الحرص، طبعا انتوا عارفين ان بدر كان قاعد فتره طويله راحه سلبيه، فعايزين نبني العضلات بتاعته من تاني، عايزين نبني الحاله البدنيه بتاعته من تاني ان شاء الله. مع البرنامج المكثف بتاعنا برضو احنا متوقعين اسبوعين كده وياخد بعض الاجزاء في التدريبات ان شاء الله باذن الله. شكرا دكتور احمد، وان شاء الله مجهودكم كلكم يتوج ان شاء الله بالفوز بدوري ابطال افريقيا باذن الله رب العالمين.